طلب العشرات من موظفي مطار البصرة الدولي والمتقاعدين منهم وزير النقل الاتحادي بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2020 المتضمن موافقة قرار المجلس على بيع قطع الأراضي للموظفين. نقل مظلومية موظفي مطار البصرة لاستحقاقهم قطعة الأرض اللي هو استحقاق شرعي، ما حاجة نطالب به احنا كموظفين. هذا محافظ البصرة وزع قطع أراضي إلى بما يقارب 60,000 قطعة أرض لبقية التشكيلات 3 سنوات، ننتظر توقيع من وزير النقل 3 سنوات، معاملات إجراءات إدارية قانونية بين يوم ويوم يطلع لنا في الموضوع. شكلوا لجنة، اللجنة صار عندها قصور، شكلوا لجنة تحقيقية، اللجنة التحقيقية رايحين إيفاد جايين إيفاد، اضطرينا إلى تشكيل لجنة من مطار البصرة خاصة أنا أحد أعضائها لمتابعة الموضوع، وبالفعل أكملنا كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية، ونرفع تقرير إلى وزير النقل بما يقارب 9 أشهر تقريبا. إحنا ضالين هسه ننتظر توقيع وزير النقل. ناشدنا كل الجهات أنه يوصلون صوتنا حتى يوقع، لحد الآن ماكو أي نتيجة، فاضطرينا إلى هالتظاهرة، هاي المظاهرة اللي هي من ضمن حقنا، اللي هي من ضمننا 385 موظف مطار البصرة بيهم المتقاعدين اللي خدمته 40 سنة وطلع 35 ل 40 سنة، راتبه 500,000، قاعد إيجار، لربما قاعد ببيوت الحواسم هسه اللي موجودة اللي تم إزالتها، البعض ما عندهم توفى. احنا أعدادنا تقريبا 380 أو 400 موظف حاليا، احنا أعدادنا بال 200 متقاعد تقريبا، خرجنا تقاعد لا شيء لا شيء، احنا عندنا قطعة الأراضي بمطار البصرة موزعة.